بين الحظر والمساندة الدولية يتفاوت الموقف العالمي من جماعة الإخوان، فبالنسبة إلى بعض الدول جاء قرار الحكومة الصادر بتاريخ 25 من ديسمبر الماضي بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، كأنه شرارة انطلقت بعدها قرارات للتضييق على أنشطة الجماعة. وجاء القرار المصري بعد سلسلة من أعمال عنف متكررة نسبتها الحكومة إلى الجماعة التي أنكرتها، وبموجب القرار تحظر جميع أنشطة الجماعة وتطبق بنود مكافحة الإرهاب حال مخالفتها القانون. يأتي هذا القرار عقب موجة من العنف شهدتها مصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو 2013، حيث تتهم الجماعة بتنفيذ عدد من العمليات التي استهدفت المنشآت الحيوية وتنظيم التظاهرات التي خرجت عن إطار السلمية كما وصفها البعض. وفي 7 مارس الماضي أعلنت السلطات السعودية في بيان لوزارة داخليتها قرار إدراجها جماعة الإخوان وعددا من الجماعات الأخرى كجماعات إرهابية، في الوقت الذي أشادت فيه كل من الإمارات والبحرين بهذا القرار الذي اتخذته كل منهما من قبل. كذلك أصدرت وزارة الداخلية الموريتانية بياناً أعلنت فيه حظر أنشطة جماعة الإخوان نهائياً بتهمة خرق القوانين والمساس بأمن البلاد والتحريض على العنف. في السياق نفسه وافق البرلمان الكندي منذ أيام بأغلبية ساحقة على قرار إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب لتنضم بذلك إلى تنظيم القاعدة وحركة حماس، وهو ما أدى إلى تنظيم عدد من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها وقفة احتجاجية في شوارع كندا لعرقلة هذا القرار. في الوقت الذي قررت فيه بريطانيا إجراء تحقيق واسع في أنشطة الجماعة لتحديد موقفها ووضع احتمال حظرها، قرار وصفته الجماعة بأنه سيزيد من العمليات الإرهابية داخل المملكة المتحدة ولن يمنعها. جدير بالذكر أن روسيا أدرجت جماعة الإخوان ضمن قائمة ضمت 17 منظمة إرهابية في يوليو 2006 لتحتل الجماعة الترتيب 7 في قوائم الإرهاب الروسية، وهو ما علته وقتها بسبب علاقات الجماعة بالانفصاليين الشيشان في 90ات القرن الماضي. على الجانب الآخر تستمر دول مثل قطر وتركيا في موقفها الداعم لجماعة الإخوان، في حين لم تحدد الولايات المتحدة موقفاً واضحاً بشأن تأييد الجماعة أو حظرها. في الوقت نفسه صرح سفير الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمره الصحفي أن الاتحاد الأوروبي لم يعلن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وفي الوقت الذي تنشط فيه جماعات متفقة أيديولوجياً مع الإخوان في دول مثل اليمن وليبيا وسوريا والسودان، تواجه تلك الجماعة أزمة في دول أخرى مثل تونس وغزة للحفاظ على مصداقيتها في ظل ما يحدث في مصر. دليا علي، قناة دريم. ده كان رصد من الزميلة داليا علي للمواقف الدولية من جماعة الإخوان المسلمين. طبعا وقت إعداد التقرير لم يكن قد صدر قرار الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار جماعة أنصار بيت المقدس جماعة إرهابية، ووجود عبارة في هذا البيان تشير إلى أنه إذا ثبت أن هناك علاقة ما بين جماعة الإخوان المسلمين وهذه المنظمة الإرهابية سيتم اتخاذ قرارات ضد الإخوان المسلمين. خلينا أسأل السؤال للدكتور محمد حبيب، من يمارس العنف الآن؟ يعني جماعة الإخوان المسلمين بتقول، حتى أن الأمين العام لها محمود حسين بيقول إحنا ملناش علاقة بالعنف، إحنا سلميين، وبيتبرأوا بين الحين والآخر من بعض العبارات زي بتاعت المغير كده لما يعلق على بعض الأحداث الإرهابية ويقول تسلم أيادي المجاهدين، هم يتبرؤون من ذلك، لكن الواقع على الأرض يؤكد أن هناك مؤشرات أن هذه الجماعة تمارس عنفا. شوفي، الجماعة كما ذكرت يمكن سابقا في فضائيات عدة كان موقفها الاستراتيجي والثابت أنه لا علاقة لها بالعنف من قريب أو من بعيد خلال 40 سنة اللي هي سبقت الثورة، وأنه لا صلة لنا بمن يمارس هذا العنف، وأنه حتى الجماعات التكفيرية والجهادية كنا نستنكر عليها ذلك استنكارا شديدا، ومواقفنا كانت معلنة واضحة وما فيش فيها لبس أو غموض. ده قبل وصول الإخوان إلى السلطة. إيه اللي حصل بقى
وهل السلطة غيرت الناس؟ وهل تحول التغيير أو مفهوم التغيير السلمي إلى دفاع عن السلطة بكل ما أوتيت من طاقة وجهد بصرف النظر عن قانونية أو عدم قانونية أو مشروعية أو عدم مشروعية؟ كل ده الحقيقة يعني سوف تثبت التحقيقات والأحكام القضائية التي سوف تصدر، إنه في ناس شالت سلاح، في ناس أيديها ملوثة بدماء الضحايا، هناك من حرض على العنف، هناك من خرب، من دمر، من سمح بدخول جماعات تكفيرية في سيناء وممارسة نشاط من هذا، من تماهى مع جماعات التكفير والعنف، من سمح لهذه الجماعات بأنها تتواجد في سيناء ويبقى في تدريبات ومعسكرات على مختلف أنواع الأسلحة، من يعول على هذه الجماعات وما يمكن أن يستخدمها أداة لعدم الاستقرار؟ شوفي، تتكشف كل هذه، واخد بالك، من خلال التحقيقات. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون هناك ثمة رابط بين جماعة الإخوان. بس من الناحية الأدبية، إذا خدت أنا الفرضية دي، نعم، إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين لا علاقة لها مثلا بأنصار بيت المقدس، لماذا لم تعلن الجماعة في بيانات زي البيانات اللي بتطلعها أننا نعتبر جماعة أنصار بيت المقدس وغيرها زي أجناد الأرض أو غيرها هذه جماعات إرهابية، نتبرأ مما تقوم به على أرض الوطن ولا صلة ولا علاقة لنا بهذا الأمر؟ لماذا لم يعلنوا هذا الأمر؟ هو المفروض أن إذا كان هو عملوش علاقة، لكن يعني هم على فكرة للأسف بيعولوا على ثلاث حاجات رئيسة. الحاجة الأولى أنه جماعات العنف أو الإرهاب والتكفير ربما يعني تصيب النظام المصري في مقتل، وبالتالي تبقى هناك فرصة للإيه؟ للعودة، أو على أقل تقدير لتحسين شروط الإيه؟ التفاوض مستقبلا. الأمر الثاني، الأمر الثاني هو الدعم المادي، المعنوي، الإعلامي، السياسي إلى آخره، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومن يسير في هذا الفلك من أمثال تركيا وقطر. الأمر الثالث هو الوضع الاقتصادي، وهل حيأتي على المنظومة الاقتصادية اللي موجودة إنها تنهار وبالتالي شفتوا ادي احنا قلنا لكم اهو وهو الى اخر هذا كله. اذا يوم ان تفشل هذه الرهانات الثلاث سيكون للاخوان او لقياده جماعه الاخوان وضع اذا خسروا وخاصه المؤشرات العامه الخاصه بمواقف المجتمع الدولي بدات تتغير، يعني ان يصدر بيان من الاداره الامريكيه يحمل عباره انه اذا ثبت ان هناك علاقه ما بين جماعه الاخوان المسلمين وهذه الجماعه الارهابيه اللي انصار بيت المقدس سيتم اعتبار جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه. المواقف اللي خدها البرلمان الكندي، المواقف الاوروبيه اللي بدات تتغير، الموقف في لندن، معقل التنظيم الدولي لجماعه الاخوان المسلمين، تقول أن الحسابات الدولية لم تعد في صالحهم. هل بقى ومع القبضة الأمنية للدولة، لأن زي ما كان بيقول لي الدكتور نجح إبراهيم كان معايا قبل كده وقال لي كل معارك الحركة الإسلامية مع الدولة تخسر فيها تبقى الدولة وتخسر بالتأكيد هذه الجماعة. بالتأكيد بالتأكيد ده بقى هيخليهم يفكروا فكرة الاعتراف بالأخطاء والدعوة للحوار والرغبة في المصالحة، وإذا فكروا في ده هو مين اللي هيسمعهم ساعتها؟ فات الأوان، هم خاسرون من وجهة نظر الجميع على كافة الأصعدة. أنا الحقيقة يعني مسألة المصالحة يجب أنه لما نيجي نتكلم فيها من حيث أو نتناول التوقيت، المناخ العام، الشروط
الواجب توفرها في هذه المصالحة. المسائل مش كده. لكن أنا الحقيقة بعيب على بعض الإعلاميين، بعض الفضائيات، إنها يعني بتنظر لجماعة الإخوان على أنها يعني أخطبوط بيمد الأذرع بتاعته في كل مكان، شمال شرق جنوب التضخيم في حجمها يعني بالضبط كده. لا وفي الإمكانات والقدرة على التأثير، حتى الموضوع بتاع أسوان وانه وراه مش ممكن يا اخوانا. يعني اذا كانت يعني جماعه الاخوان بالشكل ده بالشكل ده فلما فشلت يعني كان بيتكلم يعني مرسي كانت تتسم بدرجه من الهوان والضعف لا تسمح لها بان تكون لها هذه القوه وهذا التاثير. بالظبط كده بالظبط كده. فعايزين نحط الشيء في حجمه الصحيح، ولا ينبغي ان احنا نعلق فشل وزاره ما أو مؤسسة ما أو قيادة ما على شماعة لا ده الإخوان لا يا إخواننا. طيب ناخد بعد إذن حضرتك مداخلة من الأستاذ عبد الله اسكندر من الشيخ زويد. اتفضل يا أستاذ عبد الله. أفندم بسأل بس سيادة الدكتور محمد حبيب وحضرتك في البرنامج، أنتم تتحدثون في بداية الحلقة عن أن جماعة الإخوان المسلمين أو تنظيم الإخوان هي جماعة متماسكة ومترابطة وقوية جدا، ثم يأتي السيد الدكتور ويتحدث الآن في نفس التوقيت على أنها قد وهنت وقد ضعفت، ويدافع باستمادة على أن جماعة الإخوان المسلمين ليسوا هم الذين يقومون بكل هذه الأعمال التي نشاهدها ونشعر بها كمواطنين مصري من حرق وتدمير وتخريب في الجامعات، ثم أيضا يتساءل لماذا تعلق المؤسسات أو الوزارات فشلها الذريع على هذه الجماعة التي قد ضعفت. فهذا تناقض شديد. طيب هنخلي الدكتور يا استاذ عبد الله بعد اذنك يوضح هذه المساله. يعني استاذ عبد الله متابع للحوار من بدايته حتى اللحظه، بيقول ازاي حضرتك بتقول ان هم ما بيتحركوش بعشوائيه وان لهم كيان منظم يحركهم، ثم في النهايه حضرتك بتقول ان انتم بتضخموا في قوتهم وان مش معقول هم يكون عندهم القدره على التاثير على المشهد في مصر بهذه الطريقه، ويرى ان في ذلك تناقض. لا هو احنا لما بنيجي نتكلم بنقول كان كانت. والضربات اللي كانت بتوجه إليها خلال الفترة بتاعت مبارك جعلتها أكثر تماسكا وترابطا وإلى آخر هذا كله، لكن جرى عليها بعد ذلك ما يجري على لا هو حضرتك في بداية الحوار قلت لنا لما سألت حضرتك هل في كيان منظم بيقود الجماعة الآن ولا التحركات بتاعتها دي بتتم بشكل عشوائي؟ حضرتك قلت لي لا في كيان منظم. أنا ذكرت إنه المسؤوليات بتنتقل من القيادات إلى قيادات بديلة الثاني الثالث الرابع الخامس، لكن هل يا ترى هل هي بنفس الكفاءة بنفس الرؤية بنفس القدرة اللي كانت عليها القيادات؟ بالتأكيد لا. وده اللي احنا شايفينه. لكن لما نيجي مثلا المشهد في الجامعات مثلا يعني هي الداخلية مش قادرة تلم شوية الشباب اللي موجودين في جامعة القاهرة او في الازهر او غيره وتحطهم في سيارة الترحيلات وتطلع بيهم على اي سجن من السجون، هي قادرة ان تفعل ذلك. بس بتقال ان كده بتعتقلهم وان ما بتدرهمش حريتهم. خلي بالك معايا دلوقتي انا بتكلم على التظاهرات اللي شماريخ حرق تدمير تخريب وبتشيل بنادق ماشي، ده يتشال. سلاح في مواجهة سلاح، بنادق في مواجهة بنادق وهكذا. لكن إذا كان الطلاب داخل جامعة الأزهر أو داخل جامعة تريد أن تعبر عن وجهة نظرها، هتقول والله اللي بيحصل ده صفته ده نعته. بس قامت الدنيا ولم تقعد حينما تدخلت قوات الأمن في المشهد الشهير في جامعة الأزهر حينما تم تحطيم المبنى الإداري في مشاهد من هذا النوع، وتقال القبضة الأمنية الحل الأمني عليكم أن تتفهموا طبيعة هؤلاء الشباب وأن هناك من شوفي احنا عايزين
نفصل ما بين تظاهر سلمي وسلمي حقيقي وبين ناس عايزة تخرب وتدمر. بس عندك قانون عقوبات المادة 86 بكل الايه 86 مكرر التعديلات بتاعتها اللي ادخلت على القانون في سنة 92، واحنا كنا عارفين كإخوان انه التعديلات دي كان مقصود بيها جماعة الإخوان. تقعد بقى فترة طويلة لحد ما تقع الفاس في الراس، وبعدين جاي تصدر قانون حق تظاهر. لا اسمح لي، لما يحصل فيه اعتصام ربع ويقعد حوالي ما يقرب من 47 يوم دمل تسيبه يبقى خراج يبقى ورم سرطاني، وبعد كده تقول لي انا يعني انت ترى ان الدولة تباطأت في التعامل بتأكيد مع هذه التجاوزات. هذه الحكومة كانت مرتعشة مترددة خائفة غير قادرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب. ده اللي احنا بنتكلم عليه. طيب ناخد استاذ ناصر ولا دكتور خالد؟ طيب ناخد الاستاذ ناصر محفوظ من اسيوط، اتفضل يا استاذ ناصر. الله يخليك حضرتك. انا بقول الاخوان انتهم، ما دالهمش غير الطلبه اللي هم في الكليات بس. هم يعني انت شايف ان مصدر قوتهم الان فقط هم اللي بيعملوه في الجامعات؟ انتهى حضرتك، بس لولا الجامعات والطلبه ما الاخوان انتهى. انحصرت قوتهم من وجهه نظر حضرتك. خلاص انتهى حضرتك. طيب طب هل حضرتك ممكن مثلا لو الاخوان قالوا ان عفى الله عما سلف ونتصالح مع المجتمع، انت شايف ان ده ممكن ولا غير ممكن؟ لا حضرتك لا يمكن الصلح ابدا. لا يمكن الصلح. طيب شكرا لاستاذ ناصر محفوظ، شكرا على المشاركه. اعتقد ما عنده سؤال. طيب ناخد الدكتور خالد عاشور. هو يعني لما انت تيجي تبص على الاخوان اللي موجودين او القيادات اللي موجوده داخل السجون المصريه كام؟ 20,000، 21,000، اقل اكثر. طيب الناس اللي هربت 9,000، يبقى 30,000. الناس اللي بيتظاهروا كام؟ حوالي ما يقرب من 5,000. الشيله كلها على مستوى مصر. لا ما هم قدرتهم على الحج ضعيفه جدا يعني. لا ما انا الان يعني. لا ما هو لكن عدد الحقيقي للجماعه النهارده ما همش 35,000، هم في حقيقه الامر بيتجاوزوا 200,000. طب راحوا فين؟ يبقى هم موجودين. فلو احنا قلنا انه يعني 30,000، 35,000 هم اللي في السجون واللي هربوا واللي بيتظاهروا، طب فين بقيه ال 200,000؟ فين بقيه ال 250,000؟ موجودين بس نمره واحد، البعض منهم ربما يمكن غير مقتنع بالتظاهر وعدم جدواه، البعض الآخر خايف من النزول، البعض الآخر يعني، وهكذا. إذن يا أخوانا يجب ألا ننظر إلى المسألة بهذه البساطة ونقول لا خلاص انتهوا، يعني يسدى الستار النسيان عليه. لا لا، فيه ناس موجودين وربما يكونوا بمئات الالاف. ده بس رد على الايه، كيف يمكن التعامل مع مئات الالاف اللي حضرتك بتقول؟ ما هو ده بقى يبقى محتاج نظره هادئه، نظره عاقله، نظره موضوعيه منصفه دارسه للواقع، وبعدين نشوف دول فين ودول فين ودول فين. هل في حاجات مرتبطه بالفكر اصلا؟ هل حاجه مرتبطه بالفهم ومدى خطأه فيما يتعلق بالفكر؟ ده يعتبر عنوان المعالجة. هل هناك شيء مرتبط بالخطأ في الممارسة والتطبيق؟ ده برضو كنت بسأل حضرتك عشان كده ان الطيار المعتاد اللي حضرتك بتمثل احد رموزه كان يمكن ان يقود هذه الفكرة، احتواء هؤلاء الشباب او هؤلاء المتعاطفين او هؤلاء اللي لديهم انتماء اما فكري او عقائدي مع افكار الجماعة، هم لا يجدون الان من يحتويهم. وربما اذا سمحت لي وارجو ان ده ما يؤلمش حضرتك، خيب ظن الجميع السيد الدكتور عبد المنعم ابو فتوح، يعني كان هناك من يعول عليه ان يقود طيارا إصلاحياً، لكنه للأسف الشديد زي ما بتقال كده في الشارع ده طلع إخواني إخواني. لا هو شوفي، هو الراجل دلوقتي رئيس حزب
والحزب بيتحرك وفق المبادئ والسياسات والتركيبة بتاعكم. لما بياخد قرار هيئة عليا، لجنة مثلا مركزية إلى آخره، وبالتالي فرئيس الحزب مش هو كل حاجة في الحزب. لكن يعني عايز تقول لي إن قرارات عبد المنعم أبو فتوح هو مجبر بيها نتيجة إن أعضاء حزبه بيقولوا له ياخد كوادره بتدفعوا لده؟ يعني ممكن فكرة عبد المنعم أبو فتوح يكون مختلف عن ده؟ لا، مش قرار رئيس الحزب مستقل عن الكوادر والهياكل الإدارية والتنظيمية داخل الحزب. مش ممكن، وإلا ما يبقاش حزب. هيقولوا له مع السلامة وقعد في بيتكم. طب ما يا فندم، حزب النور السلفي مثلا كان يواجه مواقف أشد عنفا، ومع ذلك اتخذ مواقف أكثر شجاعة، ووصفت في بعض الأحيان بالخطوات الانتحارية ضد بعض الكوادر اللي بتدعو لاتجاهات معينة، ومع ذلك خد مواقف أكثر شجاعة من عبد المنعم مفتوح وحزب. يعني شوفي، احنا بنتكلم على ايه؟ ما بنتكلمش على اشخاص، بنتكلم على يعني مؤسسات داخل الايه، داخل هذا الحزب او ذاك. وبالتالي فده افراز للفكر، للفهم، للممارسة، للرؤية. طب انا اعلم ان حضرتك، من واقع متابعتي وعلاقتي القديمه بحضرتك، انك حضرتك والدكتور عبد المنعم مفتوح بينكم علاقه طيبه للغايه فكريا وشخصيا. ما بتقولش احيانا لنفسك لا يا دكتور عبد المنعم، هنا انت برضو ماشي في نفس اتجاه الاخوان، انت تصطدم بافكار المجتمع، انت تقلق حاله من عدم التوافق، كان عليك ان تتعامل مع الامور بشكل اخر؟ ما بتقولش ده؟ هو دلوقتي العلاقه يمكن مقطوعه بقالها حوالي ما فيش اي اتصال، يمكن ربما لعام، لا تليفون ولا بالتاكيد طبعا اللقاء مباشر ولا شيء من هذا يعني. نعم. لكن مواقفه مفاجأة حضرتك ولا شايفه عليه؟ يعني مفاجأة طبعا بالنسبة لي. طبعا مش عايزة كلام. كنت تنتظر طبعا منه قرارات تختلف عن هذا الأمر؟ بالتأكيد. طيب ناخد دكتور سيد عاشور، طب بيطري، القاهرة. تفضل يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. الحقيقة يعني أنا بختلف مع الدكتور محمد حبيب وليا عتاب عليه. يا دكتور محمد، لو حضرتك تابعت البرنامج الانتخابي بتاع المشير عبد الفتاح السيسي، في بداية البيان قال ان هو مش جاي صف حسابات مع احد، صحيح، وان ايده ممدودة لكل الناس. انا كنت بعتقد ان واحد زي حضرتك والدكتور عبد المنعم والاستاذ ثروت الخرباوي والدكتور كمال الالباوي والمجموعة اللي تربط في احضان الاخوان المسلمين كانوا يسعوا للمصالحة، واخد حضرتك، مع الناس التي لم تتلوث يدهم بالدماء من الاخوان. لكن انا شايف ان حضرتك دلوقتي لاجئ الى الحل الامني 100%. يا دكتور محمد، حضرتك يعني استاذ في الجامعه وانا برضه استاذ في الجامعه، الحل الامني لوحده مطلقا ما بيحلش مشكله حضرتك. بس الدكتور قال يا دكتور سيد قبل ما حضرتك تدخل معانا، قال ان احنا لازم نشوف كمان لو احنا بنتكلم عن 30 او 35 في السجون او تم القبض عليهم، في اكتر من ما يقرب من 150 او 200 تانيين من جماعه الاخوان المسلمين، علينا ان نفكر في كيفيه التعامل معه. حضرتك يمكن المعنى ما كانش مباشر. الملاحظ حضرتك دلوقتي ان على كل الفضائيات، حتى المبادره بتاعت الدكتور حسن نفع حضرتك للاصلاح، انا ملاحظ كل الفضائيات دلوقتي بتلجا للحل الامني. أستاذة من فضلك، الحل الأمني على مستوى العالم بمفرده ما بيحلش. والله يا دكتور سيد، مش دفاعا عن الفضائية اللي حضرتك بتتكلم فيها دلوقتي، دكتور حسن نفع كان معايا على الهوا وطرح مبادرته، وأنا قلت يومها إن مش من حق حد يهاجمه، هو يطرح فكر تتفق معه أو تختلف معه، لكنه في النهاية فكر. عاوز أقول لحضرتك على حاجة. أنا راجل أستاذ في الجامعة، أنا ما شفتش حد اتحاور مع الطلبة. الطلبة دولت شباب فيهم حيوية وفيهم نشاط، لابد من الحوار، لابد نفهموا إن دولت خطأ. لكن الدكتور محمد حبيب بيقول لك اللي بتظهروا دولت ألمهم في أي مدرعة وارميهم. لا، هو يتحدث عن من لا يحترم سلمية التظاهر. ماشي، بس حضرتك لازم تتحاوري مع الطلبة، لازم تفهموني ده غلط. طب أنا هسيب الدكتور يوضح هذه الفكرة. هو بيقول إن هو كان يعول على حضرتك وعلى بعض الطيارات المعدات اللي إحنا كنا بنتكلم عليها أو رموز الاعتدال في الحركة الإسلامية، إنه قدوا طيار للمصالحة، للحوار مع هؤلاء الشباب، لمحاولة يعني يفهموهم الصحيح. يعني الناس في بعض من قطاعات الشباب يقول لك لا، تأمروا على مرسي، شالوا الرئيس الإسلامي. ما فيش حد بيقول لهم أصل الرئيس الإسلامي ده أخطأ في كذا وفي كذا وفي كذا، واصطدمت الجماعة بالمجتمع، وبالتالي أتينا إلى هذه النتيجة. هو يرى أن ليس هناك حوار من حضراتكم كرموز معتدلة مع هؤلاء الشباب.
هو مع احترامنا للأخ الدكتور سيد طبعا الناس اللي هي بتبص على جماعة الإخوان من الخارج بتختلف نظرتها عن الناس اللي عاشت جوه الجماعة وفهمت السيكولوجي بتاعها وازاي بتفكر وازاي بتتحرك وازاي وهكذا. يعني احنا قعدنا خدنا السلم من بدايته لحد نهايته كما يقال اكثر من 42-43 سنة. يعني من فرد صغير لحد نائب اول للمرشد. فحافظ الناس دي بتفكر ازاي وتحرك ازاي. كويس. ومع هذا احنا قلنا انه المسألة فيما يتعلق بالمصالحة ماشي ما فيش مشكلة، بس التوقيت زي ما احنا قلنا التوقيت والمناخ العام والشروط الواجب توافرها فيما يتعلق بهذه المصالحة. لا يعني انا اعرف يا دكتور نمرة محمد اتنين. نمرة اتنين علشان بس ايه ساعات الواحد بتوه عنه الصورة الكاملة وبيركز على جزئية. احنا قلنا في هذه في هذا اللقاء انه الناس عايزه تتظاهر اهلا وسهلا، تعبر عن وجهه نظرها اهلا وسهلا مفيش مشكله، لكن هيحرق يخرب يدمر لا، هيشيل سلاح لا. ومع هذا بنقول ايه؟ بنقول المعالجه انه احنا عندنا حوالي ما يقرب من 200,000 مش كده؟ 200,000 دول لازم يتقسموا يتصنفوا ويتفرجوا. دول في خطأ في الفكر نشوف هنعالجه ازاي، فيه خطأ في الفهم هنشوف نعالجه ازاي، فيه خطأ في الممارسة وفي التطبيق. ما هو بقى دكتور سيد بيقول ما فيش مبادرة تحمل هذا العنوان او تحمل هذه الافكار من رموز من حضراتكم. ما هو شوفي يعني هو طبعا خارج الإطار وما يعرفش إحنا بنعمل إيه وبنجهز لإيه وبنرتب لإيه. ما تقول لنا يا دكتور يعني اسمح لنا. كل شيء يكون في الوقت الإيه المناسب. يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلوا بيني وبين ناقتي، يعني ما نجيش كده نقترب من الناقة فتشرد مننا، لا احنا عايزين نقترب منها بشكل اكثر حكمة وعقل وحصافة وفطنة وذكاء من خلال المعلومات التي وفي توقيت يؤدي الى نجاح. لكن اللي انا عايز اقوله انه نمرة واحد هناك مهمة ثقيلة الان وهي القضاء على الارهاب وتصفية البؤر بتاعته. السلاح لا يمكن، مفيش هزل مفيش هزار مفيش تميع في المواقف. السلاح يجب أن يقابل بالسلاح، ومن يرفع السلاح في وجه جيش مصر هو خائن لوطنه مصر، مفيش فيها أنصاف حلول. الأمر الثاني لابد من عدالة سريعة ناجزة. كل من حمل السلاح حرض على العنف قام بقتل وإلى آخره لابد أنه ينال جزاؤه. كل من لم يثبت تورطه في هذا كله لابد أن يطلع براء يفرج عنه وسريعا، مش عايزين نقعد سنة وسنتين وثلاثة وإلى آخره. ثم المناخ العام لابد انه نبص عليه. فين القتلة بتوع الثوار ايام مبارك؟ فين القتلة ايام المجلس العسكري؟ فين القتلة ايام مرسي؟ فين القتلة النهاردة؟ يبقى لابد واحنا بنتكلم عن العدالة الناجزة يبقى لابد ان تكون عدالة ناجزة تشمل الايه الجميع. بعد كده نبقى نتكلم. بس مواجهة الدولة ورفع السلاح في وجه الدولة لا يتم التعامل معه الا بالقوة الان وليس بعد الان. هو لما جه الفتاح السيسي وقال انا بطلب تفويض ليه مواجهة الارهاب لارهاب محتمل. لا ده ما كانش محتمل، ادي احنا شايفين
الرجل تجمعت لديه على مدار عام كامل تجمعات، تشكيلات عسكرية، تدفقات في الحدود لملايين القطع من السلاح بكل أشكالها وألوانها، وبعدين هذا اللي احنا بنجني الثمرة بتاعته. لا ده ما كانش محتمل، كان حقيقة حقيقة وواقع. يعني أنت تقول أن عبد الفتاح السيسي كان يدرك حجم التحدي القادم، وكان يدرك، تعتقد أن رئيس مخابرات عامة مدير مخابرات الحربية طبعا مدير المخابرات الحربية تجمعت لديه كل المعلومات. هل تعتقد أنه الأقرب إلى مقعد الرئاسة في مصر وفقا لما هو مطروح الآن؟ أنا أعتقد هذا أعتقد هذا. كيف تتوقع تعامله مع الإخوان؟ يعني هو في بيانه زي ما دكتور سيد قال إن مفيش تصفيه حسابات مع حد، والبلد دي بتاعتنا كلنا ما لم يتورط أحد بالقانون ومش بأي حاجة تانية. وده الكلام اللي احنا بنقوله ده الكلام اللي احنا بنقوله. إخواننا مش عايزين خلط، مش عايزين ناخد العاطل بالباطل، مش عايزين توسع في الاشتباه، مش عايزين يعني رمي الناس بالباطل وسريعا سريعا. عايزين مواجهه الارهاب بالقوه، مش عايزه كلام، مفيش فيها ومن يرفع زي ما الدكتور محمد حبيب قال سلاحه في وجه الجيش المصري. انت استخدمت التعبير الصحيح، خائن ولا يمكن باي حال من احوال التهاون معاه. دكتور انا بشكر حضرتك، شرفتنا النهارده، وفي انتظار يعني هناك شيء سيولد، مش عايزه اقول مبادره او غير مبادره، لكن انتم على ما يبدو كرموز لهذه الحركه تفكرون في كيفيه المعالجه لما آل اليه وضع شباب الاخوان المسلمين. نتمنى ونعول كثيرا على هذا التيار المعتدل. شكرا لدكتور محمد حبيب النائب الاول سابقا للمرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين. بشكر حضراتكم واشوفكم بكره على خير، ومصر دايما بخير. هذه تحياتي رشا نبيل.